اليوم بسيجمنت اب اور داون بدنا نحكي شوي عن مواضيع اجتماعيه، عن افتراضات اذا شيء صار او اذا شيء ما صار، شو ممكن يكون انتو اتجاهاتكم نحو هذا الشيء. يعني اول شيء بدي احكي عن بامريكا عندهم حق، هو حق انه تحمل، انه كل شخص بيقدر يحمل سلاح، مش كل شخص، كل شخص اكيد في رولز معينه مثل العمر، ومثل اذا واحد عنده هيستوار مع استعمال السلاح ما عنده منيح فور اكزامبل، ولكن عنده الصلاحيه انه يقدر يقني رخصه وبسهوله ويجيب فرد. هلا انا بدي اعطيكم مثل جمله وانتم تعطوني وجهه نظركم عليها. اذا طبقنا هيدا حق تبع حمل السلاح بلبنان، برايكم انه بيؤدي لنتائج ايجابيه ولا لا نتائج سلبيه؟ انا بقول سلبيه. أنا كمان، بس ما أنتم فيكم تفكروا فيها. يعني هلا كله عم بيقول سلبيه لانه نحن بنحمل سلاح وما بعرف شو، ولكن فيها هن بيعتبروها انه نوع من الدفاع عن النفس، لانه مثلا بلبنان بنعرف انه في كثير عالم يمكن تحمل سلاح منا مرخصه، فهل يمكن انه نحن اذا قنينا سلاح ممكن نحمي حالنا من هيدا الشيء، ولا ممكن عم نزيد للمشاكل الموجوده؟ لا، انا اوقات يمكن انت كمان معصب، مش انه بدك تدافع عن نفسك، معصب من حدا بتحمل سلاحك وبتقتل هيدا الشخص 100%. يعني مزبوط. اذا كان سلاح مرخص ولا لا، نتيجته هي ذاتها رح تكون، ما بفتكر كثير رح يخلي النتيجه تكون ايجابيه. فاكيد داون. انا من رايكم باي ذا واي، وبحب اثبت هيدا الشيء بانه امريكا تعتبر من البلاد الاكثر شيء نسبه عندها حوادث قواس، يعني وين واحد بفوت على شيء محل وبقوس كميه عالم، وكثير بنسمع بهيدا الاخبار. ثاني خبريه بدي اجي عنكم اخبركم عنها، بدي احكي شوي عن الرقابه، لانه هلا الرقابه كثير عم ينحكى عن الموضوع وعن انه شو مفروض يكون عليه رقابه شو ما مفروض يكون عليه رقابه. وبدي اسالكم، انتم بتعتقدوا انه الرقابه اب اذا ايه وداون اذا لا، بتعتقدوا انه الرقابه هي افضل طريقه لنقدر نوصل رساله للجمهور المضبوط؟ اذا كانت رقابه منظمه ورقابه قويه اكيد اب للموضوع. ما بعرف، بس حسب، يعني بدك تشوف قد ايه هل هم يمكن عم تتطبق. يمكن وانا كمان انه لانه تحت. طب على السريع كثير كل واحد يعطينا فكره انه ليه ايه ليه لا. مثلا يلا كريستال. انا مع الرقابه الموضوعيه واللي ما بتتخطى الخصوصيه عند الشخص او الاشخاص، وداون للرقابه اللي بتصير قصد كرمال تطلع اخبار سيئه او نيجاتيف، او مثل ما بيقولوا الصحافه الصفراء. يعني انه يابا نحن طلعنا سكوب بس لنشهر بحدا، فبس لا، بالعكس نكون موضوعيين وننقل مزبوط شو عم بيصير، بس بلا ما نكون كثير عم ناذي. اوكي، انا بحب اقول انه الرقابه بحس اذا بدها تنعمل بعد لازم ينشغل على الموضوع اكثر، لانه مجرد انه حذفنا فور اكزامبل بارت من فيلم ووصل لحدا من جمهور ما مفروض يوصل له، مش انه ما حياخذ الفكره، بس حياخذ فكره غلط، لانه حيكون في تسلسل غلط بالافكار وما حتوصل له مثل ما هي لازم، ويمكن تسبب مشاكل او لا. انا فكره ضد الرقابه، وما انه يكون كل شيء على المكشوف، ولكن مع حدا عم بينظر على هيدا الشيء، يعني بشكل انه ممكن، يعني اذا طفل شاف شيء ما لازم يشوفه يكون في حدا من الاهل معه ليرشده ويعطيه الفكره المضبوطه انه شو هي لازم او تكون. مش تصير بانه حذف ومنع كلي، لانه يمكن بعدين يعمل شك اذا واحد شاف هيدا الحدث فور اكزامبل، او انت مثلا فيلم او شيء، بنخفف شوي منه او بننقل الصوره بطريقه شوي اضبط. نعم، كمان في شغله سلبيه للرقابه، انه اوقات بتحد من الكرياتيفيتي وبتحد من الخيال والتطوير عند الشخص، فكمان لها وجهين، يعني اب وداون 100%. طب هلا اخر نقطه بدنا نحكي عنها، نقطه يعني عشناها باخر كم سنه، وهي المظاهرات السلميه، وين انه عالم تنزل على الشارع وبتتظاهر تعطي رايها عن شيء معين بطريقه سلميه كليا. هل انتم برايكم انه هاي افضل وسيله لنقدر نوصل صوت؟ انا بقول اب. هلا في كثير جمعيات عم بيصيروا جمعيات صغيره بس يعبروا يمكن عن موضوع خاص فيهم، موضوع هن بلاقوه يمكن انه لازم يعبروا عنه، بس ما بعرف قد ايه هالجمعيات الصغيره رح يطلعوا نتيجه، غير ما تكون جمعيه يمكن كبيره متوحده عنه ذات الموضوع. كل مره عم تطلع جمعيات صغيره عم تحكي عن موضوع مختلف. مزبوط. عندنا لا وحده اليوم، هذا سيرفريز. ايه كريستال، انا ماني ضد حريه التعبير عن الراي، بس انا مع انه بدل ما
رح احكي عن حالي، انزل على مظاهرة وقضي وقت كتير طويل وما اوصل لنتيجة، بهيدا الوقت كون عملت شيء تقدر اوصل للقضية اللي انا بدي اياها. يعني مثلا روح طالب وزير او نايب او اشتغل، او مثلا بدل ما روح طالب يطعموا الفقر او الجياع روح انا اشتري لهم شيء، اعمل السيرفيس انا بالمبادرة. بحس هيك اكيد، بس كمان ما بدنا ننسى اوقات اذا كنا عدد كتير كبير عم نطالب بنفس الشغلة يمكن نوصل لنتيجة، مثل ما عم بيصير بغير بلدان اذا ما بدنا نحكي بس عن هون. هلا هي ممكن توصل لنتيجة وممكن ما توصل لنتيجة، بالاخر المظاهرة السلمية هو انه عالم عم بينزلوا على شارع عم بيعطوا رأيهم وعم بيتمنوا انه العالم اللي بدها توصل يوصل للصوت يوصل للصوت ويتصرف على اساس هيدا الشيء، ولكن نحن بدل ما نروح نتظاهر على ما بعرف ازمة زبالة فور اكزامبل، فينا نتظاهر على شيء مفيد او لا، فينا مثلا نتظاهر على ازمة الزبالة ولكن نعمل ريسيرش عن بلاد تاني كيف عم تهتم بزبالتها ونقدم بروجرام كامل انه كيف فينا نحل هيدا الشيء. وانا بهيدا الموضوع بنهي سيجمنت اب اور داون، وهلا رح ننتقل اكيد لسيجمنت بيوتي.